secret kiss from painted lips. Yeah, we can move in, move in. A taken bet, a sun to set, and maybe we're falling, falling. كنتمنى انكم تكونوا كاملين مزيان. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم تراين هول او لا كنقيس لكم الحوايج اللي شريت مؤخرا. دونك شحال هذه ما درت لكم مشتريات وبزاف بزاف بزاف منكم طلبوا مني باش ندير لكم فيديو وانا جمعت لكم بزاف ديال المشتريات باش ندير لكم فيديو يكون طويل شي شويه وفيه بزاف المشتريات. جميع الروابط ديال هاد الملابس اللي غادي نوريكم غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. دونك ما تنساوش تمشيو تشوفوهم باش تشوفوا الأدمينة وتشوفوا كل شيء. ولا لما زين طويل عليكم يلا نبدأ أول حاجة بالحجاب. هذا الحجاب هذا من عند دعاء بوتيك. غادي نخليكم سمية ديال الانستغرام مكتوبة هنا. دونك أنا يا ماشي من الفان ديال هادو ديال القطن ولكن ما عرفت حاولت أنني نجربهم ما عرفت كيفاش جاو معايا. صراحة أول مرة كنجربهم ما عرفت وين قولوا لي انتما في الكومنتر واش جاو معايا ولا لا. دونك الحجاب فيه هاد بحال دونتيل هنايا وفي هاد العقيقات هادو وحتى من هنايا كاينه عقيقات وحدين اخرين كيجيو بحال هكا وكيجي زوين وكيجي كلاس. البنات اللي كيسولوني على الثمن غادي نخلي لكم هنا باش ما نغلطش. ودعاء بوتيك كاينه في مدينه طنجه. ودابا ندوزو لهاد البلوز او الشوميز او القميجه. هذه خديتها من عند واحد ماشي هو موقع هو بوتيك في علي اكسبريس. دونك غادي نخلي لكم السميه ديالو هنايا لحقاش ما عرفتش نطقها واش بالفرنسي واش بالانجلي. المهم هو هذا غادي نمشيو لالي اكسبريس وغادي تكتبوا هاد السميه غادي يطلع لكم هاد البوتيك. هذا عنده حوايج زوينين خديت من عنده بزاف د الحوايج واللي سولتوني عليهم بزاف انستغرام واللي غادي نوريهم لكم في هذا الفيديو. دونك اول حاجه هي هاد الشوميز هذه فيها هاد الفريفلات هادو اللي عجبوني وحتى هنا عندها واحد الفتحه حتى هي عجبتني بزاف بزاف وحتى اللون زوين. ديجا كنت لبستها في انستغرام وسولتوني عليها بزاف دونك خديتها من هنا. والسروال خديته من عند غوموي غتكونوا كاملين كتعرفوه خديته صراحه. مهم في الاول ما زعمتش نلبسو بقى حد الان ما زعمتش انني نلبسو ولكن عجبني غادي نحاول انني نلاصقو مع شي حاجه بعد غادي نحاول انني نلبسو ونصور لكم به في انستغرام ونوريكم كيفاش لبستو. ولكن حاليا ما قدرتش نلبسو لحقاش خاصني نلاصقو مع شي حاجه كتجي طويله من اللور لحقاش واش شويه مزير وفوالا. دونك ندوزو للبسه الثانيه. هادي اللبسه الثانيه. دونك اول حاجه بدا الفولار من عند فيور. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش فيور هي الماركه ديالي او لا مهم ديالي مهم. هاد الفولار هذا من عند فيور الثمن ديالو 80 درهم. غادي نخلي لكم الانستغرام ديالهم هنا. انستغرام ديالي راه ديال فيور هنا وشنو اخر صافي المهم اي حاجه تلقاها في صندوق الوصف. ومن بعد كاينه هاد القميجه هادي دونك حتى هي من عند تليفر تاع لوفر. المهم شي حاجه بحال هكا المهم نفس السطور الاول حتى هو تلقاو مكتوب هنايا. هاد اللعيبات هادو زعما منفوخين وكتجي شويه واقفه. حاجه واحده اللي ما عجبتنيش هي انها بلاتي عندها بحال هاد اللعيبات هادو عندها كيجيو هكا دونك انا ما عجبونيش. عادي خديتو غير من زارا كحل سامبل و فوالا. ندوزو للبسه الثالثه. هادي البسه الثالثه. دونك غادي نبدا معكم بالحجاب او الفولار حتى هو من عند بوتيك دعاء وكيجيو فيه هاد العقيقات حتى هو ديال القطن. هذا سامبل ما فيه والو فيه جوست هاد العقيقات هادو اللي هنايا كيجيو واعرين. المونطو الثمن ديال الحجاب غادي نخلي لكم هنايا. المونطو بزاف 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 منكم سولتوني عليه حتى هو خديته من عند هاد الموقع اللي ما كنعرفش نقراه. صراحه المونطو عجبني بزاف بزاف
بزاف، وحتى اختي عجبها بزاف. اكثر حاجه عجبتني هو لقاش فيها هذا القب هذا، وانا قليل فاش كنلقى عندي شي مونطويات فيهم القب. كيجي زوين، نقدر نلبسو نصور به نخرج به، ونقدر كذلك نلبسو بحال هكا الا كنت غادي مسخره او شي حاجه. زوين، عنده جيوب، وكذلك عنده هاد العيبات هادو، حتى هما زعما داك الستيل القديم، وعجبني بزاف. وندوزو للسروال. السروال كيجي بهذا اللون هذا، ما كري ماشي بيه ماشي، المهم واحد اللون شويه مخربق عجبني. خديتو هذا من عند غوموي. المهم زوين بزاف، كيجي الاستيك. دونك فوالا، هذه هي اللبسه الثالثه. ندوزو دابا اللبسه الرابعه. اللبسه هذه كنت صورت لكم بها في انستغرام، بزاف 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 منكم سولوني عليها، دونك اليوم غادي نقول لكم منين خديتها. الحجاب ديجا قلت لكم من فيور، والمونطو اللي بزاف منكم عجبهم وسولوني عليه حتى هو من عند هاد الموقع. عجبني بزاف 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 بزاف، فريمون عجبني. وغير هو جاني شويه كبير كيف ما غادي تشوفوا، جاني شويه اوفر سايز، ولكن المهم حيت انا اصلا تيعجبني نلبس الحوايج يكونوا زعما شويه كبارين عليا، وانا ما عنديش مشكل معاه. وانا خديته من عند شين سايد، كيجي طايب اوت، وكيجي نفيد فتشي شويه من الرجلين، كيجي فريمون واعر بزاف. بون سروال كيجيو فيه دو بيس، كيجي واحد العيبه الفوق والسروال. نخليكم التصويره حنا باش تعرفوا، ولكن انا عجبني فريمون بزاف السروال وبغيت ناخذه، دونك خديتهم بجوج. المهم غير باش تعرفوا زعما لحقاش ما شريتش السروال بوحدو، كيجيو هما دو بيس. دونك فوالا، ندوزو للبسه السادسه. ترى هذه لبسه رقم 6. المهم بلا ما بعدا بالزيف، ماشي مشكل. الزيف من عند فيور، فيه هاد العيبات هادو. فوالا، جيت بغيت نوريكم هاد الصاية. هادي خديتها من عند شين سايد، صراحة عجباتني بزاف 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 بزاف. المشكلة الوحيدة اللي فيها هي انها قصيرة، دونك جاتني قصيرة. كنشوف بزاف 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 ديال الناس في انستغرام تيلبسوهم مع كولونات اولا لي بوطات، ولكن انا مازال مزعمتش، دونك المهم جيت بغيت نوريها لكم وصافي. دونك هادي زوينة، فيها الفريفيلات هادو وصافي. ندوزو للبسة رقم 7. فوالا، اللبسة رقم 7. نبداو بالزيف. الزيف حتى هو من عند فيور، كيجيو فيه هاد دونتيل، كيجي بحال هكا. المهم قميجة نفس القميجة ديال قبيلة. جيت بغيت نوريكم الصاية. هادي حتى هي من عند شين سايد، وحتى هي لا هي ما جاتنيش قصيرة، هي جاتني مزيانة، فيها هاد جوج جيوبة، دونك كتجي فريمون غزالة. كيجي هنايا فيها العقاد، وكتجي مشربطة، وفوالا فريمون عجبتني بزاف، كتجي زوينة خصوصا الجيوبة، صايا وجيوبة شي حاجة واعرة. المهم ندوزو للبسة رقم 8. ترا فوالا، كنظن انا هذه اخر لبسه. عليها تلقاوني جمعت لكم داكشي اللي باغي نوريكم في هذه اللبسه هذه. عارف لي الزيت ما جاش مع هذه، وهذه ما جاتش مع السروال، ولكن بغيت غير نوريكم الحوايج في لبسه وحده. اول حاجه هو الفولار، حتى هو من عند دعاء بوتيك، بحال الاخرين، غير هذا زايده فيه هذه العيبه هذه ديال دونتيل، كيجي بحال هكا. وثاني حاجه هي هاد لافيست، هذه حتى هي خديتها من عند هاد الموقع هذا. لاباس سولون عليها بزاف 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 ديال البنات، كتجي فريمون زوينه وكلاس كلاس كلاس، واحد الدرجه غزاله. اخر حاجه هي السروال. السروال كنت خديته شحال هادي من عند غوموي. المهم كان كيجيني شي شويه صغير، دابا ولا كيجي قدي، ولكن ما عرفتش في التصويره كانوا كيبانوا بلي هاد العيبات هادو كانوا قلالين بزاف. دابا منين وصلوني لقيت بلي انهم يعني كثارين بزاف، وصراحه ما عرفتش، مازال ما زعمتش انني نلبسو. كيجي زوين، في هاد اللعيبات هادو من التحت حتى هما كيجيو زوينين. وفوالا، هادشي اللي كاين. فوالا، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه ولو شويه. دونك نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. خلال شهر رمضان غادي نولي ندير لكم ثلاثه الفيديوهات في الاسبوع، دونك ما تنساوش تخليو ليا في التعاليق الاقتراحات ديالكم، واش بغيتوني ندير لكم شي سلسله اولا.
الفيديوهات اللي باغي ندير لكم في رمضان تكتبوهم ليا في صندوق الوصف، ما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو، تابعوني في انستغرام وصافي غير انستغرام، جميع الروابط غادي يكونوا في اسفل الفيديو. باي باي.